أكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد أن جهود الوزارة مستمرة في حل أزمة مدارس ممثلية وزارة التربية في كردستان بالتعاون مع الإقليم، مطمئنا الطلبة وذويهم بحل الأزمة خلال الأيام المقبلة. يعني ابتداء احنا طلبتنا سواء كانوا في ممثليات الاقليم او في بغداد او اي محافظة اخرى، هم بالنهاية طلبة ونتابع قضاياهم وشؤونهم. تعرف احنا عندنا اشكالية بالابنية بشكل عام، سواء كانت في يعني في بغداد والمحافظات او في الاقليم. هذه القضية بالتحديد الوزارة ومنذ يومين تعمل على حلها، ووصلت الى يعني منطقة متقدمة بهذا الشأن. هناك تنسيق عالي مع الاخوة بالاقليم، لانه تعرف يعني بعض الجوانب تحتاج الى السيولة المالية والى الترتيبات والاتفاقات. البارحة كان معالي وزير التربية شخصيا يتواصل لاجل حل هذه المشكلة. احنا نطمئن الاهالي، نطمئن طلبتنا ان الوزارة ما راح تتركهم وستتابع هذه القضية وستجد الحلول حتما. يعني تعرف انت الاجراءات المالية والاجراءات الادارية، هي اساسا هذه المدارس يعني قامت على حالة طوارئ، وبالتالي كان ترتيب الاوضاع بالنسبة لها هو يعني امر مستعجل ولم يكن يعني بروية حتى يتم التعاقدات والشراء والتأجير، ولذلك كانت الامور تجري بشكل سنوي، اضافة الى بعض القرارات التي تتعلق طبعا بإعادة النازحين وحركة النازحين. كل هذه الامور ربما كانت تضغط بشكل اساسي، لكننا نتعامل مع ما يعني موجود وما بقي من وضع. نأمل ان شاء الله بان تحل هذه المشكلة بالاسبوع يعني بهذا الاسبوع او الاسبوع القادم بشكل كامل.